Salut mes élèves de troisième préparatoire, section arabe et langue. النهاردة أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات صف الثالث الإعدادي قسم العربي وقسم اللغات المدرس فاروق، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنناقش هنحل هنساعد بعض حاجة مهمة أوي، هو إزاي نرد على أسئلة النقاش، يعني هنكتب ونرد على السؤال بجملة كاملة، مش اختر أو فري وفو صح وغلط، لا طبعا لا شوازي ولا فري وفو. السؤال ده بنلاقي فيه عقبة، بنلاقي أغلب الطلبة ناقلين بشكل عشوائي نص القطعة عشان يجاوب على سؤال وبياخد بالشبه، من الموضوع أسهل من كده بكتير. تعالوا نشوف عملي ونبدأ مع بعض. أسئلة النقاش هي الأسئلة الكتابية المقالية اللي أنت بتاخد جزء من الوثيقة، أو قد يكون الجزء مختفي أنت تجيبه من عندك تخمنه. هنشوف كده مع بعض في سلسلة حلقاتنا اللي جاية ومن ضمنها النهاردة. لي لو دوكيمون بوي ريبون أو كيستيون. اقرا الوثيقة وبعد كده رد على الأسئلة. بفكركم إن السؤال ده مهم قوي، الكلمات اللي أنت كنت حافظها تحفظها بالكتابة أو رؤية العين زي ما أنتم بتحبوا وتقولوا على إيه نحفظ كلمات عشان ترد على السؤال ده، عشان تفهم لغة وتأسس لغة عندك. لما تحفظ الكلمة نطق وكتابة جميل قوي، بيبقى عندك رصيد ان انت تحل بيه الاسئلة دي. نشوف مع بعض. ليون est une grande ville française située à 460 km au sud-est de Paris. Elle était très connue par l'industrie de la soie. Les usines de Lyon produisent actuellement surtout des textiles synthétiques. Les ouvriers travaillent sur des machines modernes. احنا كده خلصنا قراية الوثيقة. بطلب منكم لما تكون انت مش عارف بعض الكلمات حط تحتيها خط عشان تحاول ان انت تخمن معناها من الكلمات اللي قبليها والكلمات اللي بعديها. طبعا طريقة تقليدية ومجربة عن تجربة، يعني هي دي الأكيدة والأساس إن أنت تقدر تحل. هنبدأ نشوف مع بعض إزاي نقرأ الأسئلة وإزاي نحلها. السؤال الأول بيقول لي أو سي تروف ليون، أين تقع أو تتواجد ليون؟ الحقيقة أنا ممكن أجاوب أقرأ من الوثيقة وأجاوب إجابتين. إجابة من الاتنين تختارهم مش تكتب الإجابتين. ممكن اجاوب باختصار واروح قايل ليون اللي هي مدينة ليون الفرنسية ستروف ا باري، تتواجد في باريس. او ممكن اجاوب اجابة اخرى، يعني اوتر ريبونس، مش دي تكملة ليها، لا يجاوب كده يجاوب اللي انا هقولها بالتفصيل شوية زي ما هي من الوثيقة. هقول ليون ستروف ا 460 كيلومتر او سود است دو باري. يبقى زي ما هاخد من الوثيقه بالظبط هقول ان مدينه ليون تتواجد على بعد 460 كيلومتر من الجنوب الشرقي لباري. الاجابه دي صح، والاجابه برضو الاولانيه اللي هي مختصره بس مش مختصره وتخل بالمعنى او ناخد عليها نص درجه، لا صحيحه برضو. ليون ستروف ا باري، ما هو في ناس بدل ما تكتب نص القطعه بتكتب لي كلمه واحده ودي ما تنفعش برضو. طيب اثنين، quelle usine peut-on trouver à Lyon؟ أي المصانع نستطيع أن نجدها في ليون؟ نبدأ كده بسم الله ونقول دي جملة استفهامية. هشيل أداة الاستفهام وأقدم فعل عن فاعل عشان ده سؤال. لا ده أنا هرتب هنا، متقدم فعل عن فاعل، ده أنا هرتب الجملة. يبقى آخد الفاعل بتاعي وأقول أون، والفعل المصرف في، وبعد كده أقول تروفي أ باري. يبقى on peut trouver à Paris، يبقى انا كده حضرت السؤال، عملت ايه؟ شلت أداة الاستفهام وعلامة الاستفهام ورتبت الجملة بالترتيب المنطقي بتاعها سوجي فيرب كومبليمون. يبقى on peut trouver à Lyon، ابدأ بقى اقول نستطيع ان نجد في ليون. ادي كده الطريقة الكلاسيكية دي جميلة قوي وكسبت بيها درجات. ابدأ بقى اجاوب اقول les usines de textile synthétique. يبقى نستطيع ان نجد في ليون مصانع المنسوجات الصناعيه.
السؤال الثالث: Que produisent les usines de Lyon maintenant؟ ماذا تنتج مصانع ليون الآن؟ الحقيقة الكلمة دي مش موجودة maintenant، موجود actuellement اللي هي حاليا، فهي دي لو ما عرفتهاش برضو لازم تكون ملم بكلمات وتخمن الكلمة صح، لأنك أنت ممكن تجاوب إجابة خاطئة، لأن مصانع ليون زمان حسب الوثيقة كانت بتصنع الحرير الطبيعي، دلوقتي أغلبها بتصنع المنسوجات الحريرية الصناعية. برضو هشيل علامة الاستفهام وأداة الاستفهام، الأداة نشيلها كو، وأبدأ علامة الاستفهام تتشال وأبدأ أرتب الجملة. Les usines de Lyon، مصانع ليون، ده السوجي بتاعي فاعل. Produisent، تنتج. Maintenant، الآن. أخرها شوية لآخر الجملة بعد إذنك، يعني أقول مصانع ليون تنتج الآن، هي المصانع بتنتج دلوقتي؟ لا، أخر كلمة دلوقتي، الأدفرب تمبورال ده أجله شوية، أجل كلمة maintenant الآن، ناو يعني بالإنجلش، ونقول les usines de Lyon produisent des textiles synthétiques، وممكن تحط بقى إيه كلمة maintenant. في الحالة دي الإجابة هتبقى صحيحة. Comment travaillaient les ouvriers dans les usines de Lyon؟ كيف يعمل العمال بتوع مصانع ليون؟ أو كيف يعمل عمال مصانع ليون؟ هي أشار هنا لطريقة العمل بجودة الماكينات. لما قال في الوثيقة في الحتة الأخيرة السطرين الأخر: Les ouvriers travaillent sur deux machines modernes. العمال بيعملوا على ماكينات حديثة. طب أنا قلت إيه؟ برضو هقول les ouvriers الفاعل، travail الفاعل، sur des machines modernes بيعملوا على مصانع ليون، هأخرها شوية وأقولها تاني عشان ما نتلخبطش. les ouvriers travail، العمال بيعملوا، sur على دي ماشين مودرن، على ماكينات حديثة. ممكن بقى أكمل وأقول دون ليزوزين دو ليون، أو ما أكملهاش، الاتنين صح والاتنين في الدرجة النهائية. يا جماعة نصيحتي في الأول وفي الآخر إن إحنا نقرأ الوثيقة مرة واتنين وتلاتة، ده في ناس بتقرأ الأسئلة عشان تنشن ومش قادرة، عن ما عندهاش وقت، ولو إن في وقت جامد جدا. أنا لو قريت الوثيقة مرتين تلاتة، مش أنا كمدرس، لأ طالب حاطط نفسي مكانك، مش هياخد مني 10 دقايق، في حين ان احنا ما بنديش وقت للكلام ده ونقول خلصت خلصت خلصت، راجع يا ابني، راجعت راجعت، ده الامتحان تافه. اقرا الوثيقه، هي اسمها فهم فهم. في الاخر انصحكم ان احنا نقرا الوثيقه مرتين ثلاثه قبل ما نبدا في الاجابه، اخد حته من السؤال عشان اجاوب اجابه كامله، الجملة بتبقى متلخبطة فعل فاعل وناقصها حتة، يبقى برتبها فاعل فعل واكمل الحتة الصغيرة اللي على القد من الإجابة النموذجية أخدها من الوثيقة. بون شونس بوكتوس، حظ سعيد للجميع.